الخبراء رؤية اقتصادية واضحة المعالم لضمان السير الجيد من خلال التشاور والتحاور مع الشركاء الاقتصاديين، تقول إيمان عياش في هذا التقرير. انهيار أسعار الذهب الأسود دفع بحكومة سلال إلى إطلاق نموذج اقتصادي جديد، نموذج علق عليه العديد من الخبراء خصوصا فيما يتعلق بغياب رؤية اقتصادية استشرافية واضحة المعالم يشارك فيها كل الفاعلين الاقتصاديين. لابد أن نشكل نموذج اقتصادي يشارك فيه الجميع، يقتنع به الجميع، حتى نصل إلى الهدف المنشود. ما هو الهدف المنشود؟ الهدف المنشود الآن الذي حدد هو الوصول إلى تنويع الاقتصاد. نجاح النموذج الاقتصادي الجديد مرهون بإشراك الشركاء الاقتصاديين والخبراء لوضع خطط للتسيير الجيد للاقتصاد طويلة المدى. الخطط المتوسطة وطويلة الأجل لا يضعها السياسيون، يضعها العلماء. نريد أن تجتمع مع علماء الجزائر بالتعاون مع الجامعة الجزائرية ومع علماء الجزائر الموجودين في الخارج لنضع خطة لاقتصاد الجزائر لا تقل عن 20 سنة، وإلا سنظل دائما نضع ميزانية ثم نضع لها ميزانية تكميلية، لأننا لا نعرف التخطيط ولا نحترم التخطيط، بل أننا من أجل أن نعلم الآخر ونقول له لقد أصبحنا اقتصادا رأسماليا ألغينا وزارة التخطيط. اجتماع الثلاثية المقبل بداية شهر جوان القادم سيدرس عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، فهل ستخرج بنتيجة إيجابية أم سيطغى عليها الحديث أكثر من التطبيق؟ في موضوع آخر، وعلى هامش زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار التي قادته إلى ولاية وهران، ومن أجل تفعيل دور الجامعة وتوجيه أكثر لفاعلية الطلاب، تم عقد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنتدى رؤسي المؤسسات. الاتفاقية إذن تعمل على الاهتمام بالبحث العلمي ودمج الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي. التغطية كانت لسارة العليمي. Cette cohésion est indispensable à la continuité de développement de notre économie, à sa croissance et à son émergence. Nous sommes de ceux qui croient fermement qu'il est possible que notre économie rejoigne rapidement le groupe des pays dits émergents, pour peu que la collectivité nationale dans son ensemble veuille consentir l'effort nécessaire. ايضا لاحظنا الاختراعات التي قام بها ابناؤنا اليوم في جامعه ليستو، وهي كلها تبشر بخير، وكلها تندرج ضمن هذا الاهتمام الذي نهتم به في الحكومه، والذي يهتم به الاخوه في لافسيو، ونهتم به جميعا، وهو كيف نربط الجامعه بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي.